وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن ضميغور الأردن للاحتلال بأنها رعونة سياسية. وقال أبو الغيط إن أحاديث قيادات الاحتلال عن ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومدانة وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى الإسرائيليين. وطالب أمين عام الجامعة العربية بإبعاد فلسطين عن المصالح السياسية الضيقة لقيادات الاحتلال.